طبيعة الرجل ما يبى الحين، طبيعة الرجل ما يحب يواجه. ليش؟ ما يبى، هو منطقي قلنا لك، فهو في حسبانه انه يعني خلاص بشتري راحتي وعادي. المرأة لا، تبى تحل الحين، الحين كلنا شيء، لا تعطيني تقولي لي مستأنتي يعني. زين، الحين إذا هو متعود عليها يعرف أسلوبها، وإذا هي متعودة عليه تعرف أسلوبها، استوى بينهم، يباله مال يوم يهدأ، يقولها لا ترمسيني الحين، ما أقدر ما أقدر تركيني. فهي في نساء ما تقبل بهالشيء الحين 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 هي. ورجال ليش، الرجال ليش ما يحبون المواجهة؟ ما يبي يضايق نفسه، يشتري سعادته، يشتري راحة باله. هي. ليش المشاكل؟ ليش تحبون؟ هي نحب الفضفضة قلنا، ونحب احنا عاطفيات. فالرجل الواعي ومدرك في شخصيته وتكوينة زوجته يعرف ان هي محتاجة تطلع هالكلمتين، محتاجة تقولهن. في ريايد انا ايوني يقول انا اصبر عليها، خليها تقول اللي تبغى، اقولها ارتحتي خلاص زين، ممكن انا الحين اخذ وقتي افكر في الموضوع، انا خلاص سمعتك، انا بفكر، مو برد عليك ممكن. فهو يجب ان نفهم بعض بعض اطباع بعض في وقت الخلاف.